السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية، تحديدا مكون الصرف والتحويل المندرج ضمن الأسبوع الرابع عشر والأسبوع الثاني في الوحدة الثالثة، وسائل الاتصال والتواصل، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا نبدأ على بركة الله. المثنى صياغته، إذا أقرأ وألاحظ. صارت الرسالة تصل إلى صاحبها عبر الهاتف بسرعة البرق، وأصبحت المكالمة الصوتية والمشاهدة المباشرة مألوفة عند الناس. إذا لاحظوا معايا جوج ديال الكلمات، عندي الكلمتين نوعهما اسم الهاتف والمكالمة. إذا هاتف مثنى كلمة هاتف، هاتفان هاتفان اثنان، مكالمة مكالمتان اثنتان، مكالمتان اثنتان. إذا أحلل، أتأمل جيدا الجدول الآتي وأملأ الفراغ بما يناسب. إذا المفرد هاتف، هاتفان أو هاتفين، نقول هاتفان أو هاتفين حسب سياق الجملة، الكلمة داخل الجملة. مكالمة مكالمتان مكالمتين. إذا ماذا نستنتج؟ أن المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين، نحصل عليه بزيادة ألف ونون مكسورة أو ياء ما قبلها مفتوح، بعدها نون مكسورة على آخر الاسم المفرد. إذا المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين، نحصل عليه بزيادة ألف ونون مكسورة أو ياء ما قبلها مفتوح، وبعدها نون مكسورة على آخر الاسم المفرد. وطبق، آتي بمثنى كل اسم واستعمله في جملة مفيدة. إذا تلفزة، تلفزة، تلفزتان، مذياع، مذياعان، مسلسل، مسلسلان أو مسلسلين، حاسوب، حاسوبان. إذا ونركب كل واحدة في جملة. إذا مثلا التلفزتان، التلفزتان معروضتان للبيع، التلفزتان معروضتان للبيع. هنا مذياعان، المذياعان قديمان مثلا. مسلسلان، حضرت، حضرت مسلسلين مشوقين. شوقين حاسوبان، الحاسوب مثلا، خليه في المفرد، من أحدث وسائل التواصل. الحاسوب من أحدث وسائل التواصل. آتي بأربع جمل مفيدة يتضمن كل منها مثنى. إذا أربع جمل مفيدة يتضمن كل واحد منها مثنى. حضر الولدان المجتهدان مثلا، حضر الولدان المجتهدان
فاز تلميذان في المسابقة إن مراسلين أمينين مثل ممثلان في شريط تلفزي تمثل الممثلان في شريط تلفزي. استثمر أصل بين المفرد ومثنى، إذا لدينا المفرد وسنبحث عن المثنى. إذا مثنى يوم، لدي عصوان، مصطفيان، حمروان، أبوان، ناديان، فتيان، يومان. إذا مثنى يوم، يومان. عصا، إذا عصا عصوان، تقلب الألف واوا في المثنى عصوان. فتن فتيان، تقلب الألف المقصورة ياء، إذا فتيان. ناد نادي، أصلها نادي، ناديان. حمراء، الألف هنا الأسماء الممدودة، حمراوان. مصطفى، مصطفيان. أب لا نقول أبوان، لا نقول مثلا أبان، نقول أبوان، أبوان. إذا يوم، يومان. عصا، عصوان. فتى، فتيان. ناد، ناديان. حمراء، حمراوان. مصطفى، مصطفيان. أب، أبوان. أعطي لكل اسم مثناه آخره مرة ألف ونون ومرة ياء ونون. إذا تقدم، تقدم. صورة، تواصل. حضارة، خضراء. وقت، شبكة. مستشفى، خدمة. مصرفية، أخ. شذا، معنى. إذن الاسم تقدم، تقدم، تقدمان، تقدمان، أو تقدمين، تقدمين. صورة، صورتان، أو صورتين. تواصل، تواصلان، أو تواصلين. حضارة، حضارتين، حضارتان، عفوا هنا حضارتان، أو حضارتين. خضراء، نطبق على القاعدة ديال الاسم الممدود. إذا حمراء، حمراوان. خضراء، خضراوان. خضراوان. وقت، وقتان، أو وقتين. شبكة،
شبكتان أو شبكتين، مستشفى مستشفين، مصطفى مصطفيان، مستشفى مستشفيان أو مستشفيين، مستشفيين خدمة مصرفية، خدمتان مصرفيتان، أو خدمتين مصرفيتين، أخ مثل أب، أبوان أخوان، أو أخوين، شدا مثل عصا، إذن شدا شدوان، معنى معنيان أو معنيين. أنا مطلوب مرة بالألف والنون مرة بالياء والنون، حاولت نشارك معكم هكا وهكا. إذا ننتقل للسؤال الموالي. ألون خانة الاسم المثنى فيما يأتي. إذا رسالتان اسم، اسم مثنى، عطشان اسم مفرد، تلميذتان اسم مثنى، يتكلمان تكلم يتكلم، إذا فعل يتكلمان فعل، حاسوبان مثنى، استخدامين مثنى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.